كل مياه عصو هذا شويري ده كان دفاعنا وما دم على الدفاع وين ما أنت وإحنا جوجني عاجين يو على يو على يقول لك هني ما حد الدعاء الدفاع وين ما أنت هذا ليه مدافعية أنا تالي قبل هاي أنا الدفاعية إن شاء الله تعالى حدود وتينا ما أنت أنا صوبه إن شاء الله تعالى عدو دموه إنه هنشبيه نعم أنا أركي لكن حلينا هاي أدار أيوة حل مري يو على نسوي ما أنت أقبط إذا كنت موسو مدحويني محل ما أنت ودافع وين ده كان دافعية ياتي وحلي وضني محاميستا أيام لسود دينية محل ما كنت حيرين وين هالوين وحويت دلك هابا هابا ما كان صوب حن وح كسيها قاتشينية هذا دلك ما أنت واجي سك الشقين ويدين اللي بتجلس كهل ويدين ولا يروح هيسيتين اللي وارتصي إن موسو كده عيسو بدي تحرق هذا كلميس العقل وحوي هدو انتو انا وحياتيني ان دون ان حمانت سومان ان كسيسيو سي اي موسى ان وحميو ولا لا يروح ان شاء الله هاي مانتنا و ويقلي ام اسبوعي ان دتك ريك سومان لان لو ذلك جرني كل بو يحيي تاقن يحالة دلكم مرسية ادونكم ماركو روح ان ادي ادوهم بليانيا إذا مدينة قرم كسيدة كون نبت سوكيدة يكون مدينة SSB ياتو أنتاني دينية نولادا لأيهاي إذا كانت كسيحانا إلهي اللي بنتها ينسيو إلهي سبحانه وتعالى تلكينا محمد برياد دين خير غبا ومدينة ومدينة شعلات وحي نقصو كورني مانتا كورسو بوركينا وكو ورجع الحمد لله رب العالمين MAUD أنت بدل فولين يسي عدو جينو دوني إنه بتشوتشيو قدر إلهي لما تشوتشين كرو قدر كإلهي لاي بحقري وأكو شلة الدور دشيا تمرك أوريسي وسير كاني ما أدري بدو نو شيء إن أرنتي نمان الصوت سيد أحسن لو لا شيء حيو ما هو حلنا يا كل هاي عرك سود دمية عرك سود تشيا تاسوا قول وحينا إنه قوله إلهي مهدية طور الشدي ذاتك شكك يتشري أنا شكك يتشري معنى أنت صدح يرتبان كفير الوري ومدحوينه أنه قوي إذا نوب الله قاري إنه طور الشدي قابنا يهدي على إله أيام آمني وقفك أف أقول كيس لما حكمها الحكمة أقول كيس ما أنت أيام الشرحين أي حريني يعني حالين يعني شروطه مشرح نبلا عادي الحمام بليانية جديدة كوميشن كا ولنا وهم هالسنتين تحسه وقول كله إلى هم هاد نقنو وحلو بهاي المركعة إن هري اسكت هجنو وحنفل الناس الله تعالى سيد أحصاء إنه الشركة صدح الحسبة جوجل دعوها إنه دعوه شر نن أو قرن كسومان لاده حجرت كده بع مشجري علوم الدين سياسيين لسكو ذي بعده أو واحد نقصد حا حسب كوي الشيو أو أهد دفاع قرن ك كروق عادزا نبت جريدينا دور الشدة إم إيه يوده أفرت إيشو أنا كسو صارنا بوليسي قرن أو مدايسن أنا كسو صار أين وراء عن تاسن سيد أحسن دولي إن شاء الله تعالى وحكى له أيضا خير كتيرة بغرقون دول ملو بالعثمان إلى المسرح الديرية ويسنين نويمي وندولنا إن شاء الله تعالى أرنتي عيلف وين إن النور نماته إن شاء الله خير نقول نماته ويوقم عيس هايستا أي إذا ملو يسكو دران يا ويفرنت كودة أتكايا تاسن لأن كبر الناس الأقصى إنه هو نعده وحن مركنا هم بلينا إرقابه اشتري إرقابه وفي المدي إسكديدي وحن ندقية ندقية وحن يقول لي شنت قيد بي لصوير لي دل حول نقطع أيال وير لي وحن ليهاي نتكام ولا لا نهاي الشيدان كو علمي وحن ذكبه دي
إن أنا بتك الشقيسة وحنصور تجلهن هكو شقيننا إن ما أنت سوي مال ناس هكيسان وخلق الجلسان ما ده يكرتو ديجان كينو بخلق الجلسان ما أنتوا أرتوا لاس عنود سوي مال ناس نواد نبض تدبل دقيسة شام على فرنسا ماشي ما أنت أقستين ولا لاس عنود ما هالصوت ولا لاس عنود وحنا ده عقل كينا إلهي بيسكين رأيي وحنا إن نحمل وقودين واتو تسامحني يا وحي هرد عي دتك حاسوسينا وحي كده بي السامح هادي هاد إبرقل وقوشي إنو قو عانصني إنو قو عانم مالي إن لاس عالكو قرح بناطي ee jaamacada ku yeelatay ee wadooyinka ku yeelatay ee ku soo noqoteen tii xasuusta asuuli haaran way ina Soomaal wax yeeshaan xuduudda Soomaal badashaan wax soo tagal ma hay isku halaynina dad aan toodiiba waxba ku tarwaayo marka adduunku yaabsan yahay taas waa sida waxaan ku dariya oo aad iyo aad u qosliya labadii wad ee kulmiye oo kulmiye hore iyo kulmadii dambe ay waxay soo bandhigeen barnaamij uu soo qabsho macni waxa weeye in ma kan aqal yeelan ma yahay 14 sano ay xukumiyeen dalka waxa la yiraahdo waxa saanu qabanay oo noo yeelo hadana ku dareena laakiin waxa saanu qaban doona anaga la nooga baahan yahay idigu waa la qabtay maanta waxa lagu kala baxayaa shacab reer Soomaaliya ابتحان بينو قلعي كو وحالي هاي وداني وكل مية عراري محايا قبتين تدوبة سنة هايني تدوبة سنة محايا قبتين ومعنتي بلابتي سومالان انسيوشنكو انو بربرو قبيلكو صونو قدو وتدوبة سنة هوري هاي مصبي حي محمد كهين كل مية ضنبي تدوبة سنة وصوتة محو قبطي هالكو كبلابي كميو هورا افرفراد دالكي ايو هالكي اسنا ماكسيم جارسي مانتو عالعركتا داد اس امد سومانا دو سايستا وكو قال عدوغا وقع اللومانيا واحد دو هالكان تالا كل مية محو كيالي كل مية هورا او وداني محو كيالي لاسعانوت لغالكي لاسعانوت كلمية هوري محو كيري عيد مديني كلمية هوري أو الدني محو كيري محابيستيني كلمية هوري أو الدني محو كيري عدو جينك أهري حسن شيخ يهود محو كيري إنا جيلي جبوتي كوهر طلوي حساب تمام يا وكا كلمية ما أنت شيء كلمية ما أنت وحلينا هاي محا سيداد وحن كل شواب كرويني لا بعري موت وحلي يدي سيداد وقعد على مجالة هاي سطان أو هاي نبتكو هاي سطان إن كل سود ديسان عدوجيني أو هويسن وعلى ما كل سيدا سالس عنده كل سود ديسان شواب تيدي وكروين وحلي يدي صدح يلا وطن جوتا هاي سطيني صدح يلا وطن جوت اللي حب لود لجراعي ما قال أنا ويكو قمر كله هذين حاول قمر ويجين ما كده إذا ما دي دالين خلاف ده حقلاي وحلا يدي وضني أكون مية هراء ما حالكوا قرتين إذا كله إذا ما ده قال مية أنا بورت كشان وإذا ما دين ليسان ولا بس على نوادك أسمع نوادك ها كل ما سلبت كل هذا ما قال لا بد كل مية من نوا waxaan leenahay waxa ku riyala goocade wixii ka dhacay kan kale waxa ku riyala buurta gacan libax aan arkay in wadani oo idii anagu hadaan soo baxno waxaanu wax ka tarina wada hadalay Soomaaliyeed iyo Soomaaliya halka waxa ka muuqata in wadani wali rajo ka qabo in Soomaaliya iyo Soomaali isku noqoto anagu horna waan u sheegnay imkan uu sheegnay wax Soomaaliland Soomaaliland ila oo wada hadlina ma jirto jirtaaba
talkay gacantan ku haysana adduunku ma aan ka rabnaa ixtiraaf adduunka halkaas inuu yahay wan ka helina laakiin waxa leenahay wadanigii hore wadaniga maanta ee kulmiye hore wuxuu isku qirayaa wali waa 2012 qatarta uu degeliyay oo wada hadalada u bilaabay ee ku yiraahdeen waan heshiinina ahwada looga qaaday ee lagu ixtiraafay tiib wada waxa isku cadeeyay inuu Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlayaan waxaan arkayna kulmiyaha cusub hadda jooga yiri dalka difaacina uma dad macal difaaci weyn maanta waxaan joognay cagacagayna iyo cala iyo cala iyo kaleene maxaad u difaaci weyn maanta hadda leey wada difaaciya ana taali iga baahay ana difaaciya insha Allah ta'ala xuduudena waa tagina maalintan soo baxna insha Allah ta'ala cadug dambe ah inuu hanjabiya نعم أنا أركي لكن حلينا هاي أدار تد عي وحلا مري يو على لسوي ما أنت أوك بات إذا كنت موسو مدحويني محل ما أنت ودافع وين دل كان دافعية ياتي وحلي وضني محاميستا أيام ك لسوي الدنيا محل ما كنت حيرين وين هذي وين وحوي دل كهابا هابا ما كان صوب حن وح كسيها قاتشينيا هذا دل كمان أنت واجي سكش شقين ويني dibaatada iska hadli weydid oo leedahay u haysatay dibaatada seen muuse ku dhacayso birta waxa qaba kelmiisa ah aqal waxa weeye hadduunto ana waxa hagaajinayay aan dun aan xumaanta Soomaaliga gacan ka siisiyo si ay muuse aan u xumeeyo wixii dalka uu koray dalka uu kordhiyo xabiista kamaal hadal ciidamada ma tahay idin kaas la yada ciidamada dhisayayo arurta ma way ka horeeyaan shacabiga reer Soomaali wuu ka horeeyaa siyaasiinta kulmiyo kii hore ka dambowa wuu ka horeeyaa Amerika dhicina nabadda haysan nabadooda ka ciyaarina nabad halkaasan ku Soomaali Islaan haysata toban ilaan labaatan xabdo Muuse ayna meel la fadhiida idlada taasan insha Allah taa shaqo sameeyna arurti ana shaqo sii doona insha Allah taala hadaba anaga sheegna kaayaga koow hortaan u dadii sheegna insha Allah taala marka sana buugay waa 97 kibaan ku daabana maaha mid ee makala mool mulaaqiyo koowardan oo hadan soo baxnaa insha Allah ta'ala doodeedii ku jirtay dawlad national unity government dawlad saddexda xisbi ka sameysan oo mid qaran ayuu sameeyay oo technocrat oo qabiil loo dhigin qofka aqoontiisa iyo integrity-sa loo dhigo at every level ayuu sameeyay insha Allah ta'ala anagu oran ma ina shaqo qaraban qabna si afweyne shaqo waxaan qabanay insha Allah ta'ala waxaan dadka u sameeyayna baa mushriigeena iyo international community ka wax gashanaysa dalkeena sharci 27 saacadood gudahood ay ku helaan jawaabtooda waxaan soo jiidanayna investors ka adduunka taaliinta waxaan doonaa qof kasta oo reer Soomaaliland inaan insha Allah taala 10 sano gudahood every Soomaaliland arroot Soomaaliland aanu gaarsiino taaliinta wax barashada dadka reer Soomaaliland maanta isbitaal ku dhaleen waxaan doonaa ama miyi ha jooga ama magaalo ha jooga inaanu geyno shaadacda ilaaho caafimaadkiisa inaanu dalka isku xidhno wadooyinkiisa 10 sano gudahood inaanu ixtiraamka halka keenay doona ixtiraafka ixtiraam ma jiro halkaas uu yaalo inaanu dadka ka midayno qabiilka tufno nation building sameyno ummad sameyna doona qofka aan la qabiil loogu dhigine loogu dhigo muxuu yaqaanaa iimaankiisa inaan ashuurta ka deynaan doona insha Allah dumarka iyo masaakiinta tamaamada la fadhiya bil harka ee doona insha Allah taala inaan Itoobiya iswaydaarsano baa mushriga oo anagu milixda iyo adaal ila kaluunka dhoofinaan doona insha Allah taala inaan dry board ka sameeyaan doona insha Allah taala adaalaya togo shaale adaalayna maxaa walaal waxa weey labada xus weyn soo mar ya yaana idin sheegay hadaan dhashay gaalada tiraa Christians, born Christians again. Haddaan dib u Kristaan weeyaan. Haddaan aqli yeeshay. Ya, kulmiyo laga xumaayo. Waxa lahayd dalka maanta, shacabka Soomaaliland, weena ka rag yaqaana, saddexda musharax, iyo saddexda ku xigeen. Ya, ilaahayna weena ka yaqaan, subxaana wa ta'aala. Nabadku noolaan leenahay, wali weena waxaan sheegayaa Soomaaliland, Soomaali way burburtay. Waan taariideenayaa reer Gado, waan taariideenayaa reer Baydhabo. وتعني لي ماتش دلان
سكدي حسن هذا إذا ما حكمه تولدي سأنا حكمني يفقه يا قال كعيا أنا حكمن دلع وغوي ما كان ولا ريال وحين أتكلم عدوينا من نمو مدعوينا وحلينا هاي يحسب معانتك دفاع عواب كل دولة شرنا ويد كل شرنا أم أي دو ويد كل شرنا قرن نمدا إلى لسه ويد كل شرنا دور الشد ويد كل شرنا وحاسو إنك سكمل بيناه لكن وحين كنت أرتمنا أنا كون أكسي أنا كبرنا في عن نحن عداوي ما شفتوا وناك قالوا ترتمي وناك سنة قال الشعب الرئيسي ومالها